أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة جديدة معنا ببرنامجنا الروحي الشيق الهوية الضائعة. يسعدنا وبيشرفنا كتير يكون معنا الأخ المبارك الأخ علي بزي. أهلا وسهلا فيك أخي المبارك. أهلا وسهلا فيك أخت مريم. كتير مبسوطين تكون معنا ضيف برنامجنا الدائم. أشكرك كتير، أنا سعيد جدا أن أكون بهالبرنامج. أهلا وسهلا فيك أخي أشكرك المبارك. أشكرك، ربي يبارك حياتك. أخ علي، حكينا بالحلقات الماضية نعم. عن تجديد الذهن، وهل هي أفكار عقائدية أو أفكار أنا نعم. بفهمها صحيح. أو صحيح. مفاهيم، فحكينا بكل هذه المواضيع ووضحنا نعم. كل هذه الأمور. صحيح. اليوم رح نبلش حلقتنا بالسؤال، هل تجديد الذهن يعني أني أفكر مثل المسيح؟ نعم، حلو السؤال، كويس، صح. بكل بساطة هو أنه أقدر أفكر وأشوف مثل المسيح. أمين. يعني وجود الروح القدس في حياتنا لأي غرض؟ نعم. يعني لما رب له كل المجد خلصنا. أمين. بول دعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة. الله زودني بنعمة وهذه النعمة تحمل القصد في حياتي. فلها السبب في حياتنا كأفراد اللي أنشأ فينا الروح القدس علاقة جديدة مع الله الآب ومع ابنه، لما قال هيك الرسول يوحنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه. مين اللي بيعمل عملية التواصل والشركة هيدي؟ الروح القدس الساكن فينا. أمين. وظيفة الروح القدس الساكن فينا مش يقعد يبكتني على الخطايا. أمين. في مفهوم شائع بالمسيحية إنه لما واحد يعمل خطية الروح القدس يبكت. مظبوط. هو الروح القدس لا يبكتنا على خطايا إطلاقا، ما دخلوش بالخطايا. الروح القدس مش وظيفته يقعد يقول لي أنت عملت غلط عملت هون صح. روح القدس مش وظيفته اللي أنا كل ما أنا أعمل غلط أنا حزين إنك أنت عامل غلط، لأنه روح القدس حيصاب بالاكتئاب. لهالسبب الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، بينما الروح القدس الساكن فينا اللي يأخذ مما للمسيح ويخبرنا، وظيفته إنه يعرفني هويتي. أمين. من أنا؟ لهالسبب لما أنا آمنت بالمسيح آمنت لأن أنا إنسان ضايع، ضللت كشاة ضل، أنا ضايع، راح ترك 99 راح فتش على خروف ضايع، فأنا شخص ضايع. الضايع ما بيعرف هويته. يعني الابن الضال لما كان ضايع راح في الكرة البعيدة، مظبوط، بذر ماله بعيش المسلف، وبعدين ابتدى يعمل سوشيالايزينج، صار عنده حياة اجتماعية مع مين؟ مع الخنازير. مظبوط. كان صار يأكل من أكلهم كمان. Exactly. يعني وصل الدرجة إنه يملى بطنه من نفس الخمر. مظبوط. بتاكلوا الخنازير، مش فاهم هويته. مجرد إنه رجع إلى أبوه، مجرد أخذ خطوة التوبة ورجع لبسوا الخاتم. مظبوط. والحلة الأولى وأحذية في إجراه، وقعد على المائدة مش يحكي مع أبوه عن خطاياه. يا بابا أنا كنت عم بأكل مع الخنازير وأنا صرفت مالي بعيش مصرف. مصبوع. وأنا كنت شخص خاطي وأنا كنت سب وأنا كنت لا 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 We don't talk about these things. الأشياء العتيقة قد مضت لا أعود أذكرها فيما بعد. أمين. أطرحها في بحر النسيان. أمين. الإنسان العتيق صلب مع المسيح، ما إليش دعوة ولا علاقة إطلاقا بهذا الأمر. أمين. أنا أتعامل مع الشخص الجديد، والشخص الجديد هيدا الإنسان الجديد اللي هو بحسب صورة الله خلقه، الروح القدس هو له الدور فيه. أمين. فدور الروح القدس فيه شو بيعمل؟ يحاول يعرفني هويتي. أمين. هويتي كيف تعرف؟ بصير يقول لي فكر مثل المسيح. أمين. المسيح لما كان ماشي مع التلاميذ صدف مشاكل كتير وضيقات كتير. مظبوط. وظروف كتير نحط فيها الرب يسوع على كل المجد، فأنا بتكون لقيلي أنا مدرسي اتعلم منها. أمين. يعني من مين بدي اتعلم؟ أمين.
مع احترامي للبشر، مع احترامي للوعاظ، مع احترامي للخدام، أنا أتعلم بس من مين؟ من المسيح. من المسيح. الرسول بولس حتى قال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. أمين. عملت لي أزمة مشكلة الآية هذه. كيف؟ فيعني تمثل بالرسول بولس أنا يعني مثلا، بعدين رحت للغة الإنجليزية بيقول imitate me as I am in Christ، يعني قلدوني مثل ما أنا بالمسيح. نقلده يس، لأنه الرسول بولس قال في غلاطيا حسنة هي الغيرة في الحسنى. فأنا أغار من شخص عنده علاقة مع ربنا. أمين. يعني بشوف أنا تعرفت على الخدام ما في حلوين. أحلى من هيك. أيوة بالضبط، تعرفت على الخدام حلوين بتايلند، عندهم خدمات على مستوى العالم. أيوة. بالبرازيل وبأمريكا وبلدان أخرى وبالأفغانستان وين. فربنا يعني أنجح خدمته من خلاله يعني. فحسيتهم down to earth، يعني تواضع اللي عندهم حلو كتير. فبعدين طلعت أنا كيف بيفكروا، كيف بيعملوا. يعني كنت بتمنى واحد منهم يجي يصلي علي. شوف لهالدرجة قديش بتشوف في أشخاص عن كثرة العلاقة مع ربنا، وحتى بتتمني إنه شخص يجي هيك وحط إيده على راسي ويصلي علي. كان عندي أشواق إنه واحد مثل فلان فلان يجي يصلي علي. فكان عندي فرصة وطلبت منهم وإجوا فعلا صلوا علي. أمين. انبسطت كتير وفرحت. هذا الشخص إنسان مثلي مثله، صح، وصل للعلاقة مع الله. كان بالحري حتى ربنا ما قاليش تقلده ولا تمثل فيه، قال تمثلوا بالله. أمين. كأولاد أحبة. أمين. النموذج السامي لحياتي هو شخص الرب يسوع المسيح. أمين. قال تاركا لنا مثالا لكي نتتبع خطواته. أمين. فالروح القدس بيعمل فيه أخت مريم لما يشوف أفكاري الغلط، مثلا مثل ما كنت عم بحكي، ماشي الرب يسوع مع تلاميذه. نعم. وبعدين رفضوهن أهل السامرة. مزبوط. فشو عمل التلاميذ؟ قال لك ولو نحن ندافع عن المسيح، مثل ما هلأ في مثلا ديانات بتدافع عن نبيها أو أكيد. إلهها، فبيدافعوا عنه. قالوا بتحب انه ننزل نار من السماء تحرقهم؟ رب تطلع هيك قال من شو هالامر الغريب هذا؟ امر غريب صح، هذا لا يتفق مع فكر الملكوت. مزبوط. قال لهم طهرهم وقال لهم ألستم تعلمان من اي روح انتما؟ هذه مش الروح من الملكوت. امين. ولا الروح من الروح القدس، هذه روح غريبه، مثل ما كان ايام نداب وابيهو. نعم. أولاده لهارون لما جابوا نار غريبة وحبوا يدخلوا فيها بسفر لوين صاح عشرة، حبوا يدخلوا الهيك أو التابرنالكلز اللي هي خدمة الاجتماع. نعم. وحبوا يجيبوا نار غريبة فنزلت نار من السماء حرقت لهم. فالشيء الغريب اللي لا يتفق إطلاقا مع فكر الملكوت. شو بيعمل روح القدس أخت مريم؟ نعم. شاف فيه شوائب، شاف فيه فراغات، بحب يعرفني على البر وبيحرفني على هويتي وبحب يعرفني على طريقة تفكيري مثل المسيح. أمين. نحن دايما منفكر بالطريقة اللي نحن نشئنا فيها. نعم. هذا شيء أمر مستحيل. شوفي أنا حقول شغلي للمشاهد. نعم. ولحضرتك نكون مع بعضنا البعض. تفضل. حقطع جسر أقول هالكلام. ها. نعم. حقطع جسر هقول إنه الذهن الغير متجدد هو حتما في عداوة مع الله. يا يسوع. كلام صعب كتير بس حايدة. الذهن الغير متجدد حتماً. فهو حتما هو في عداوة مع الله حتى لو كان مؤمن مولود من الله. شو عم تقصد بهذا؟ مش هو في عداوة يعني حرب. نعم. بمعنى انه الله لا يستقبل إلا الذهن المجدد، إلا ما ينبثق من الإنسان الجديد. شو قصدك يعني بالذهن المتجدد؟ حقرأ لك شغلي هلأ، يمكن أريناها الأسبوع الماضي ببعض الحلقات. تفضل. في أفسس أصحاح 4، أفسس 4 تعتبر من الآيات اللي حنرجع لها كثير.
بقول أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. في فصل، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، إن تخلعوا من جهة التصرف، التصرف السابق، الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات، الذهن الغير متجدد، الإنسان العتيق عامل اكتيفيشن، يعني هو اللي اخذ الصورة، يا هيدي يا هيدي، ما عندناش فصل. يعني لما أنا أروح أصلي، إذا ما صليت بذهن متجدد بالروح القدس عم بصلي بالإنسان، فأنا عم صلي بالإنسان اللي عطيك، الله مش هيسمعني. سهلة؟ صعبة بس سهلة. يعني هو بقول وضحت أكتر، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة والحق. فالروح القدس شغله يعمل إيه؟ يجيبني إلى القداسة والبر والحق. هيدي اللغة وهيدي الخبرة. يعني أنا أتعلم أن أتكلم مثل مين؟ مثل الرب يسوع. يعني نحن محترفين لغة عالمية، مظبوط، فكلامنا وتصرفاتنا وحتى مصطلحاتنا أحيانا بنجيبها مصطلحات عالمية، مظبوط. يبتدي الروح القدس يعمل، يقعد يحاول إن يخلي حتى لغتي تتغير. أمين. يعني بصير أتكلم مثل الرب يسوع، بصير أتصرف، بصير أفكر. أمين. أفكر مثل الرب. شو يعني أفكر مثل الرب؟ مش ببعض المواقف. ممكن كنت قاعد أنا وياك عم نتكلم، كنا عم نصلي مع بعض. نعم. من يوم كم يوم، وبعدين لما حكينا أنا وياك على كورنثوس الأصحاح 13 على المحبة، تذكري؟ مزبوط. فقلت إن المحبة هيدي كانت ردود أفعال، صح، للإنسان الجديد. مزبوط. إن أطعمت جسدي حتى احترق، وبعدين بقلك مثلا عن المحبة إنه كسنجنيتون ونحاسن يرون، وليس دي محبة فلست أنتفع شيء. مزبوط. المحبة تتأنى، صح. المحبة ترفق. أمتين المحبة تتأنى وترفق؟ لما يكون في أشياء سلبية مضادة لإلها، مزبوط، فهي بتبرز تبرز المحبة إذا تصرف سلبي، مزبوط. فهون الله شو عم بيحاول إلي؟ عم بحاول قال لي انه ابراز هذه الهوية وتجديد الذهن يقابل السلبيات، صح. فاذا انا مميز. أمين. اعلموا ان الرب قد ميز تقيه. فالروح القدس دوره شو يعمل؟ يشوف وين الاخ علي طريقة تفكيره غلط. مزبوط. شخص مثلا نقول دايما بسمع الكلام، واحد بيقول لك انا زوجتي نرفزتني، أنا غضبت منها، هي دايما بتحكي كلام تخليني أنا عصب ونرفز. مش صح. هي حكت كلام صحيح. أنا مش عم بحكي عن الزوجة أو الزوجة. نعم. حكت كلام، أنت اخترت الغضب حتى تغضب. أمين. فأنت ممكن تختار أنه ما تغضب، ما تغضبش، صح. يعني إجوا مرة لعند الرب يسوع المسيح وضربوه بالكف، قال له إن كنت قد فعلت رديا فاشهد على الردي، وإلا لماذا تلطمني؟ او ماي جاد، يا سلام. شوف الاخلاق، شوف المستوى. طب واحد يجي انا يضربني كف، انفعالاتي ممكن تصرف تصرف ثاني، مزبوط. لاني اصلا انا مش مدرب، صح، مش مدرب. مش هقول يعني انا اكون حتى وجهي يعني، لكن واحد يضربني، مزبوط. يعني الرسول بولس كان مره في موقف، وبعدين اجوا قالوا له، قال له انا شخص عندي جنسيه، انتوا كيف بتحكموا علي بهالامر؟ فطلب بحقوقه كشخص. نعم. لان احنا عندنا حقوق بنطالب فيها، ومش مزبوط. غلط، مش غلط. لكن شو عم بقول انا؟ كيف فكر مثل الرب؟ امين. كيف لما انا اشوف شخص مثلا ضعيف سقط بخطيه فلانيه مثلا، اجي انا مثلا اقول لا احكم عليه مثل المتدينين، ام ترفق بالفتى ابشلون؟ أكيد
يترفق فيه، لأن أتصرف مثل إلهي. بالضبط. يعني الله كيف ينظر له؟ هل الله رفضه بسبب ضعفه؟ أكيد لا. الله يحتضنه. مظبوط. عنده ضعف، الله يحتضنه. وهذا المفروض يكون واجبنا. أصلحوا أنتم الروحانيين. مظبوط. مثل هذا. مظبوط. ناظراً لنفسك لئلا تسقط أنت أيضاً. أمين. فهيدي التفكير، هذه البرمجة الجديدة تبتدي أنا طريقة تفكيري بالحياة هيك. أمين. طريقة تفكيري مع المسيح، كيف فكر، كيف الرب يسوع المسيح لما نحط بموقف. نحط بمواقف كثيرة. قالوا له مرة موسى قال هذه المرأة ترجم، أمسكت بذات الفعل، وأنت ماذا تقول؟ صح، كانوا عم بيجربوه. عم بيجربوه. قال من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. شوف الحكمة الإلهية. فالله بيزودنا، الروح القدس بيزودنا بحكمة. طريقة تفكيرنا تتغير، طريقة تفكيرنا تتغير عن أنفسنا. أمين. لان نحن احيانا نهين انفسنا. انا دائما بقول هالكلام. نعم. والبعض بيفكرني اني انا يعني صراحه عم بمدح بحالي كثير. الله ما بده يعني انا احط نفسي داون تحت اطلاق. اخ علي ممكن نطلع فاصل؟ نطلع فاصل ونرجع. حاضر. اعزائي المشاهدين طالعين فاصل وراجعينكم، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا عم نحكي مع الأخ علي. نعم. أنه كيف أتصرف مثل المسيح. نعم. يعني طبعا هي مدرسة المسيح. نعم. مدرسة. صح. الرب يسوع المسيح اسمه نموذج كامل، مثل ما ذكرت في أول الحلقة. نعم. أنه تارك لنا مثالا لكي نتتبع خطواته. أنا محتاج أتعلمه. نعم. تعلموا مني. نعم. لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. مصبوط. فهو المدرسة اللي أنا بتعلمها. صح. الروح القدس شو بيحاول يعرفني؟ مين أنا، مين هويتي. لهالسبب نحن الله جعلنا أعضاء في جسد المسيح. نعم. يعني أنا عضو. صح. في هذا الجسد. مصبوط. وهذا الأمر إعلان، مش مجرد حقيقة. It's إعلان. نعم. أنا عضو في جسد المسيح، هل يجوز أن أهين هذا العضو؟ أكيد لا. هل ممكن يكون الرأس مكرم والجسم عليل؟ ما بتزبط. مستحيل. هل يمكن يكون الله الرب يسوع جالس عن يمين العظمة في الأعالي وأنا أنظر إلى جسدي وإلى حياتي باحتقار؟ لا. وكأني عم بحتقر شو؟ جسد المسيح. أنا لا، أنا أقدر كشخص، أقدر نفسي لأني عضو في جسد المسيح. مزبوط. فهذه هويتي. أمين. أنا مش شخص أتسول حتى أفتش على مين يحبني. مزبوط. أو أتسول على مين يعطي رأيه فيي. صح. صح. أو أتسول حتى يقول عني شخص مثل كلينتين يشبع الغرائز اللي جواتي وشعوري بالنقص. نعم. No. أنا ابن للرب يسوع، أنا ابن للرب. الرب يسوع تبناني وجعلني لحم من لحمه وعظم من عظامه. أمين. أنا إلي الأحقية أن أدخل إلى حضرة الله وأقول له يا أبا الآب. أمين. هذه الهوية. نحن أحيانا نفهم الحقائق بذهني لكنها لا يعني لا تخرج حياة باختباري. الله اختبار. الله مش مجرد فكرة فهمت عنه وهذه الفكرة خلتني أنا شخص مسيحي. No. الله اختبار. أنا اختبر الله شخصيا في حياتي. أمين. فتتبرمج حياتي وعلاقتي مع الله. مزبوط. والروح القدس يخلق في هذا الشعور أني أنا عندي
علاقة مع ربنا. للأسف أخ علي، يعني هلأ صورة الله عند كتير من المسيحيين صورة مشوهة. مش عم نفهمها بهذه الطريقة اللي أنت عم بتحكيها. يعني شو قصدك مشوهة؟ أنا بحب يعني اسمع منك. يعني مثلا الله مثلاً يعني مشوهة، يعني إنه الله مش فاهمة، يعني مش فاهمته كأب إلها، مش عم تتصرف على هذا على معظم المسيحيين يصلوا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. ممكن يكون كلمات بنرددها مظبوط، لكن مش فاهمين. مش قصد بس مش فاهمينها أخت مريم، إتس مش مختبرينها. صح. أنا يعني الله اختبار، يعني الله بيعلن. أنا لهالسبب بتلاحظي التدين يختلف عن الاختبار. نعم. التدين يختلف عن الاختبار طبعا، لأنه ممكن أنا أكون شخص متدين. نعم. التدين ممكن يقول لي الحقيقة عن نفسي. نعم. لكن الحق هو اللي بيخلصني أو هو اللي بيحررني. التدين رسالته يعلن الحقيقة عن الآخرين. أنت إنسان خاطي. نعم. أنت بحاجة كذا، أنت تعمل هيك، أنت ربنا بيزعل منك إذا ما صليت، أنت الصورة فبتدي. التدين بحس أنه دائما الصورة المشوهة هو اللي يعني الصورة السلبية بيطلعها علي أكتر طبعا. يعني لأنه دائما عم بيحطني تحت الضغط. صح. النفسي هيك والمعنوي هيك والروحي. وعم بيحاول حتى الرسائل السلبية أنا بعرفها من الإلقاء، مش من الإلقاء، من المادي اللي عم تقدم على المنابر. في منابر كتير بمسيحيتنا، أنت خاطئ، أنت هيك، أنت كذا، أنت 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 أنت، وله كل المجد. بعدين أنا محتاج لمين يعرفني أنا مين؟ بالفعل، لأنه التدين رح يخليني أعمل وأعمل وأعمل لأرضي الله. التدين صورة الله للشخص المتدين إنه الله عنده انفصام في الشخصية. صدقيني يا أخت مريم، صدقيني يا أخت مريم، كأنه الله مريض. الله عم بيحاول نحن إنه نرضيه. صح. بتصرفاتنا. صح. إذا أنا ما عملت شيء الله حيضربني. صح. وصورته كأنه شخص وحش حيطش فيي، حيحاول إنه شو يعمل، يوديني على الجحيم لو أنا ما رضيته. أخ علي ما بتتذكروا احنا صغار لما نعم. لما كانوا يقولوا لنا اذا عملت هذا الغلط الله حيضربك او حيضربك، انه نعلم اولادنا ونخوفهم من ربنا. بيطلع الولد متنشأ مش قادر يقرب الى ربنا. صح. لانه حاسس انه ربنا هيدا اي شيء انا حاعمله حيزعل مني. مزبوط. مع انه هو هيك كبرنا، يعني للاسف احنا هيك كبرنا وربينا مع انه اعطانا كل شيء بغنى للثمن. صح. الله لإلي أنا لما يكون عندي ظروف غلط الله موجود لإلي. الله أصلا بشوف أخت مريم، الله بيدخل معي بالضيقات بالتجارب بالظروف الصعبة، هو أصلا داخل معي. أمين. لكن شو اللي أنا مش قادر شوفه بربنا؟ نعم. لأن ذهني غير متجدد. يعني مثلا حاطيكي مثلا، تفضل عندنا وقت شوي. تفضل. لما يقول الرسول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون بتجارب متنوعة. تعي إلي منطقيا كيف أنا أحسب يعني أنا ممكن أنا أقول ألو مرحبا أخت مريم، أنا الأخ علي معك، صراحة أنا يعني حابب أعزمك على حفلة. نعم. شو الحفلة هذه؟ بخصوص أني أنا وقعت بتجارب متنوعة. رح أقول لك شو فيك حرام شيء؟ شو صار الأخ علي؟ يعني معقول يعني أنا أكون احسب وفرح وتهلل وانت بتشرب مسرور احد بينكم فليرتل؟ يا سلام، انا مبسوط اني عندي تجارب. الذهن المتجدد بيقدر يقراها. امين. الذهن المتدين مش حيلاقيها. امين. شو الفرق بيناتهم؟ المتدين حيشوف بس المشكله مثل ما هي. صح. الذهن المتجدد فاهم انه في كل ظرف الله يسمح فيه ان ادخل فيه، الله حاطط لي مؤن من وراه. امين. وبركات حتى يرقيني الى علاقه اسمى. فقدرت انا بالذهن المتجدد قدرت ان ارى ما لا يرى.
ابتديت شوف البركات أول لهالسبب. لما شفت البركة أنا أول قدرت أحسب صح التجارب والصعوبات اللي أنا فيها فرح، وقدرت أعرف هويتي كمان. أنا أصلاً الذهن المتجدد هو فاهم هويته صح. الذهن المتجدد روحياً اللي عم يفكر مثل الملكوت، الملكوت بيفكر غير عننا. مظبوط. لهالسبب أنا لغتي بتصير نفس اللغة، كلامي، صلواتي. نحن أحيانا بنصلي صلوات كلها غلط، صلواتنا كلها غلط. لأن مثلا عديك مثلا يا رب يسوع من فضلك كن معنا، هو اوريدي معنا. طب ما أنا هو معي صح. قال أنا معكم كل، لا أتركك ولا أهملك. فكيف أستدعي الله يكون معي وهو أصلا معي؟ مش فاهم صح. وبعدين إحنا منغطي الأخطاء هذه، ما هو الروح القدس يشفع فينا بأنات اللي ينطق بها غلط. ليش أنا بدي كل ضل طول عمري طفل محمول بكل ريح تعليم؟ الله أعطاني هويتي كابن. يعني شو الفرق بين الابن والولد؟ أنت أم حضرتك. نعم. شو الفرق بين الأم، بين آسف، بين الولد؟ نحن أولاد الله. نعم. وبعدين قال الكتاب عنا نحن أبناء الله. شو الفرق بين الأبناء والأولاد؟ شو الفرق بين أبناء وأولاد؟ يعني ممكن المشاهد يكون معنا يسأل صح؟ مظبوط. نحن أنا أراها برومي أبناء، الخليقة أولاد. ياكي دائما الولد بمجتمعاتنا، سهل عليك يا نعم، مش حب حظرك حظورة. دائما الولد محتاج لعناية كتير كبيرة لأنه ولد. لكن لما يكبر ولد معاش ولد، صار ابن. الابن بيعرف أبوه، بيعرف أمه، بيعرف خاله، بيعرف حقوقه، بيدخل بمفتاحه على البيت. خالي عندنا دقيقة واحدة بس، بيدخل وحكمل فيها إن شاء الله. بيدخل وبيخرج وعنده حقوق كابن للرب. بناء على أي أمر أخذ هذه البنوية هنحكي فيها إن شاء الله بالحلقة القادمة. آمين باسم يسوع. شكرا كتير كتير لك. أشكرك يا أخت مريم، ربي يبارك حياتك. آمين يا رب. أنا عن نفسي استفدت كتير كتير وأنا كتير. مستمتع كمان. آمين. شكرا كتير لك. أشكرك، ربي يبارك حياتك. شكرا. أشكرك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا. ترقبونا بالحلقات القادمة، ورب يكون معكم.